من كفر منصور حالة إنسانية صعبة جدا. ست أم إبراهيم فقدت بصرها من فترة طويلة وعايشة لوحدها في البيت. تعالوا نشوف الحلقة. السلام عليكم يا أم. ألف سلام عليك. لا تسلم من كل حاجة. إيه سلامتك مالك؟ تعبانة شوية بس. إيه مالك عندك إيه؟ شوية بس كده. مش تشتكي لي كده قولي لي مش انا زي ابنك قولي لي مالك؟ نعم مالك سلامتك عندك ايه؟ عشان تسلم من كل رادي ما فيش حاجه بس جسمي بيوجعني شويه كده. وفقدتي بصرك من قد ايه؟ نعم فقدتي نظرك من قد ايه؟ عينيا بتوجعني على طول من زمان. من زمان نظري بيوجعني من زمان قوي. بارك لك. حد بيخدمك؟ نعم. حد بيجيني؟ ما أنا معايا أربع بنات متجوزين في مصر. طب مين بيخدمك هنا؟ متجوزين في مصر غلابة اللي رجالتهم بعيدة عنك ميتة. اثنين رجالتهم ميتة واثنين تعبانين برضو. والواد دي جمال دي ابني. بيخدمك جمال؟ بيقعد معاكي بيخدمك؟ بيخدمك؟ ربنا موجود. طب انت تتعالجي في دكتور دكاتره شافوكي ولا حاجه؟ في دكاتره شافوكي؟ انا ربنا سبحانه وتعالى بيحذف لي الشوية العيا وبيشيلهم بيحذفهم ويشيلهم على طول. يعني ربنا سبحانه وتعالى معايا. ربنا معايا ما يشهد إلا هو ربنا. عشان هو اللي خلينا وهو اللي مكفل بينا. ربي. قولي لي يا امي انت بتصرفي على نفسك منين؟ بتصرفي على نفسك منين؟ بصرف على نفسي منين؟ باخد 10 جنيه من الجامع و 10 جنيه من الجامع. في حته لي في مصر 40 متر. 40 متر باخد منها 50 جنيه بس. بتاكلي ازاي وبتشرب ازاي وبتتعالج ازاي؟ انا الحمد لله. اللهم لك الف حمد. اللهم لك الف حمد. ده حلوين قوي. ويعني ضروري الم ضروري أليم عليه الصلاة والسلام. الرسول ما كانش بي كان أنوع. ده اللي بيلموا بمثالينهم دول ويدينوا دول وحشين. يقعدون 60 جنيه يقعدون ويفيد مني كمان. الحمد لله اللهم لك الف حمد. ده حلو قوي. ده كويس قوي. ده حلو قوي. اللهم لك الف حمد. الحمد لله. طب انت يا امي مش ناقصك حاجه اقدر اعملها لك؟ ان شاء الله يبارك لك ويكفيك شر الحاجات الوحشه انت واللي زيك يا ابن حواه. الحمد لله. اللهم لك ألف حمد يا حبيبي. اللهم لك ألف حمد. اللهم لك ألف حمد. طب مش ناقصك حاجة يا أمي؟ والله يا ابني الحمد لله. اللهم لك ألف حمد.
الفحم، احمد ربي واشكر فضله. قولي لي يا امي، الرضا اللي انت فيه ده جايلك ازاي؟ احمد ربي واشكر فضله، ان شاء الله ما تتحوجش ابدا ولا تحتكش يا ابن حواء ادم. مش عايزه حاجه خالص. سلامتك، عاوزه سلامتك انت واللي زيك والجدعان كلها تسلم من كل حاجه وحشه. ادعي لنا يا امي والنبي. وادعي لكم والله والله، ينصركم على من يعاديكم، ينصركم على من يعاديكم، ينصرك يا سيدنا محمد على الكفار، ينصرك على اليهود يا ابن يا سيدنا محمد، ينصرك على اليهود وعلى الكفار، ينصر دين الإسلام على اليهود وعلى الكفار يا رب يا رب يا رب. ربنا يديك الصحة يا أمي.